مرض السكري هو ارتفاع مستمر في مستوى السكر في الدم بسبب مشكلة في إفراز الأنسولين أو استعماله. والسكري من الأمراض الأكثر شيوعاً لدى النساء خلال مرحلة منتصف العمر. بين العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالسكري عدم ممارسة الرياضة، البدانة، وجود مرض السكري في العائلة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول والدهنيات، أمراض القلب والشرايين، وجود تكيس في المبيض، والإصابة بسكري الحمل أو إنجاب طفل يزن 4 كيلوغرامات أو أكثر. وقد يؤدي مرض السكري إلى المضاعفات التالية: ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب مثل الذبحة القلبية، السكتة الدماغية أو الفالج، الفشل الكلوي الذي يتطلب بدوره غسيل الكلى، مضاعفات في النظر قد تصل إلى العمى، ومضاعفات في القدمين قد تؤدي إلى البتر. غالباً ما لا تظهر أي أعراض عند الإصابة بالسكري، لكن الأعراض التقليدية تضم خسارة الوزن، العطش الزائد، الحاجة إلى التبول باستمرار، وزيادة في الأكل. ومن بين الأعراض الأخرى غباشة في النظر، تنميل في الأطراف السفلى، التهابات بسبب الفطريات، وشفاء بطيء للجروح. كيف يتم تشخيص السكري؟ إن المعدل الطبيعي للسكر في الدم هو أقل من 100 ميلي جرام لكل ديسيليتر قبل الأكل والشرب، ويعتبر الشخص معرضاً لإصابة بمرض السكري عندما يتراوح معدل السكر في الدم بين 100 و 125 ميلي جرام لكل ديسيليتر قبل الأكل والشرب، ويكون مخزون السكر في الدم 5.7 إلى 6.4%، ويعتبر الشخص مصاباً بالسكري إذا كان معدل السكري في الدم 612 ميلي جرام لكل ديسيليتر أو أكثر دون أكل أو شرب، أو 200 ميلي جرام لكل ديسيليتر أو أكثر دون صيام مع وجود أعراض، أو إذا كان مخزون السكر 6.5% أو أكثر، أو إذا حصل على نتيجتين مختلفتين خلال يومين. ويكون العلاج بتناول الأدوية اللازمة واتباع نمط حياة صحي، والهدف من العلاج الوصول إلى نسبة مخزون السكر أقل من 7%، تثبيت ضغط الدم على أقل من 140 على 90 ملم زئبق، والوصول إلى نسبة كوليسترول سيء أقل من 100.